السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم نشوف موقع سبيس ميكر، هو موقع ظريف تقدر من خلاله تعمل كتل سلسلة الأبعاد وبعد كده تعمل بعض الأناليسيز عليها. بقول له أنا عايز أعمل حساب جديد، وبتبدأ بقى تدخل البيانات بتاعتك. وبعد كده اقول له اكسس فيبدا يفتح معايا الموقع. اقول له نيو ورك سبيس واسميها مثلا معز، واقول له كرييت. تقدر بقى تبدا نيو بروجكت او تبدا تشوف الفيديوهات، فانا اقول له جيت ستارت نيو بروجكت. او من هنا نيو بروجكت، بيقول لي نيو ديمو بروجكت او نيو بروجكت، اقول له هو. طيب المكان اللي انت موجود فيه على سبيل المثال، هتلاقي هنا في عندك اكتر من بروبوزل للتقسيمه ديت. مجرد تدوس على يبدا يحمل التقسيمه توزيع ويعمل لها الاناليسيس للتقسيمه ديت. بالشكل دوت. وعند هنا الليارات تقدر تطفي اي لير فيهم زي سايت ليميت او البيلدينج اريا بالشكل دوت. تقدر ان انت تضيف بيلدينج او تعدل فيه، يعني تقدر ترسم جديد او تعدل لو انت حابب. مثلا بالشكل دوت. طبعا هنا بتلاقي الديزاين معمول ازاي، وهنا اناليسيز. ممكن تقول له انا عايز اشوف النويز هيبقى عامل ازاي، هو يبدأ يعمل النويز بالشكل دوت. وممكن تقول له انا عايز اشوف الصن بالشكل دوت، فهي الأماكن اللي مش هيكون فيها أدلة وهتكون معتمة بالشكل ده. عايز أشوف أناليسيز ده مثلا للبيلدينج هنا الأوت دور أريا، هو بيبدأ يعمل اناليسيز ويبدأ يديك النتيجة على طول. عندك لي الشمس، عندك لي الدي لايت، عندك لي الفيو. تبدأ بقى تختار الوقت اللي انت عايز تعمل فيه الاناليسيز، يعني يوم، وعايزه من الساعة كام للساعة كام. وكل مبنى من دول لو عملت عليه سيلكت بس كده هيبدأ يديني المعلومات بتاعت المبنى، وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تقول له مثلا لا ده انا عايزه مثلا الارتفاع بتاعه مثلا 5 وهكذا، تمام. الارتفاع بتاع الدور 4 مثلا، وعندي كام دور ممكن تخليه مثلا 7 مثلا بالشكل دوت، تمام. تقدر تلف المبنى لو انت حابب بالشكل ده. تقدر تتحكم في التصميم بتاعك وتعمل اناليسيس للشمس وتعمل اناليسيس لحاجات كتير جدا من هنا، الشمس والظلال والضوضاء وكل حاجة زي ما انت عايز. وهنا بيجيب لك معلومات كاملة عن استهلاك الطاقة وعدد المباني وكل وعدد الشقق وكل حاجة.